عسل بجوز الهند او زيت جوز الهند، بس علشان انا دايما بقول وصفات النشا الجنوبية، فحبيت اعمل النهارده وصفة تنفع لجميع انواع النشا. العسل ممكن لجميع انواع النشا، فمش هتحس ان انت مرتبطة بزيت جوز الهند، فالعسل هيبقى حلو جدا. دلوقتي المزيج ده هو عامل زي الفرن كده، بيبقى قريب شوية من الفرن، هو العسل جامد على ايدك.